مكان أينما كنتم عبر قنوات الكأس. على مر السنوات العشر الأخيرة في الكرة الأوزبكية اسماعيلوف، ثلاثة عندك، أربعة كوسيموف، مريامول رقم أربعة حاضر وموجود في وسط الملعب، عبد اللايف عبد الله، ولكنها بعد ذلك تقطع تدخل قوي الذي يأتي على فتحي وبطاقة صفراء أولى تظهر على اللاعب رقم 22 جادوييف شوهروح. جادوييف يتحصل على البطاقة الصفراء من خلال هذا التدخل والبطاقة الصفراء الأولى من رفع الراية، رغم أنه تخيل رفع الراية وعمر ما كان متسلل، يعني لو سجل عمر الهدف. شوف جاسم الهيل يجب أن يكون ذكياً، يلتحم طير مثل هذه الكرات، هذه لدينا كرة مقوسة الآن عقامة. الله 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 الله، عدت ومرت كرة خطيرة جداً. عملوا لنا عملوا لنا مقلب، تجمعوا كلهم عند القائم الأول ولعبوا الكرة على القائم الثاني ولم يكن أحد. تصل مرة أخرى إلى هلال مع عبدو ديالو، ديالو يتقدم رأسية يلا واحدة، لكن إسماعيلوف ولا زالت الكرة تتسدد من رافينيا إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركلة مرمى لمصلحة أجمك. بدينا ندل الدرب بعد مرور ربع ساعة بالكمال والتمام. تأتي لدينا الكرة الأخطر، لدينا أربع مقاعد نعم وأربع فرق حاضرة بسد والدحيل والوكرة والعربي، نتمنى ذلك. هذه الكرة الآن تعود في الخلف لمصلحة أجمل. ستة أسماء تلعب الآن، مين تلعب الكرة مقوسة من حامد، خطيرة. الله يا على الكرة الخطيرة جدا عن طريق السيمو، كاد أن يسجل لكن الكرة مرت وجاورت القائم الأيمن إلى خارج أرضية إبعاد أحمد فتحي. ولو كان اللاعب في تسلل لن يحتسب لأن الكرة عائدة من المدافع بهذا الشكل، والكرة أبعدها في اللحظة الأخيرة سيمو إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركنية كانت عنده الكرة الثابتة، يعني ما أقول لك. عدى يوسف مرر إلى ديالو، ديالو بكرة عرضية والكرة التي تلعب وتبعد في اللحظات الأخيرة. العربي حلو، العربي لحامد، حامد ما تمر، حامد ما تروح، لكنها عدت مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى عدت. ذلك جاسم الهيل إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عادت مرة أخرى تصل لمصلحة هلال. هذا التدخل اللي كان من عبد الله يف اللقطة الآن هنا عمل شال الشيل، هذا اللي يقول لك شال من الأرض شيل، هذا عبد الله يف خذاه. هذه ترى تروح، قدم ديالو، الضغط من ديالو، خروج لحارس المرمى في اللحظة الأخيرة، التدخل الذي كان حاضرا والكرة التي تأتي الآن والسقوط لأحد لاعبي أجمك الأوزبكي. خلص ثواني قليلة على نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. هذه كرة ديالو والتدخل مع رافينيا، يدخل على العمق يوسف وحده. الله الله الله، أخطر كرات النادي العربي يا حامل صورة العقيد، أخطر كرات العربي سددت من يوسف المساكري مقوسة وحارسي المرمى أجويف يتصدى ويلمس الكرة تتحول إلى كنا قربنا، أتمنى أقول إحنا قربنا، تحولت خذوهات بطريقة ممتازة، ينقلون الكرات وجاسم الهيل يتحصل على الكرة. برافو جاسم، برافو جاسم. في المسمى الجديد، في الشكل الجديد. لا يا حامد، لا يا حامد، لا يا حامد، لا يا حامد، هذه خطرة. سجل أجمك. لذلك الكل قد شعر بذلك وأتى
الهدف الأول صعب 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 جدا، هدف جميل للغاية بالنسبة لأجمك عن طريق روبن سان لمصلحة النادي العربي. جاسم جابر مع حامد، مع حامد، لكن هو يلعب الكرة العرضية إلى حارس المرمى إيجايف. إيجايف لأنه أيضا عندك اللي أمامك الآن، لأنه هو من منطقة يعني من العاصمة طشقند، وطشقند نعرف أنه طشق. هنا الخطورة التي تأتي سيمو، روح له، روحك خورشيد، روحك خورشيد، روحك خورشيد. الله ستر، الله ستر، الله ستر، الله ستر. أوه على كرة يمه يمه يمه، ياهي كرة، ياهي كرة. عدت اللاعب القادم في تشكيلة النادي العربي الآن، هكذا يبدو. الكرة التي تعود تصل الآن، ولدينا ولدينا الكرة التي لعبت من هنا الخطأ الذي احتسب. عبد الله معرفي يغادر أرضية الملعب. عددية نريد عملا يأتي الآن، كرة عادت إلى سيمو، سيمو 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 سيمو، رافينيا بعيدة يا رافينيا إلى خارج أرضية الملعب، وكأنما لمساكني يريد أن يفعل أمرا ما. تعود الآن إلى يوسف، يوسف إلى عالية أحمد، أوه الكرة إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى وصلت. بعد ذلك لم يكن رامي السيل في موقف متسلل، لكن الكرة كانت أقرب إلى حارسي. رافينيا يحولها إلى ديالو، ديالو كراتك حلوة لكن عليك أن تضبط البوصلة يا سامة. يا عمر يا عمر، أتيت لمثل هذه الكرات، لمثل هذه اللحظات يا عمر. لكن كرة عمر تنهي هذه المباراة. إذن الأوزبك في الجنوب وفي الثمامة ذهبوا إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وتبقى قطر بمقعدين فقط هما للسد والتحيل. شكرا للوكرة، شكرا للعربي على هذه المحاولة. عودة إلى الزميل العزيز سعود غانم، تفضل لك الكلمة.